يعني رئيس اللجنه النائب مجدي ملك كان ضيفي في الاستوديو من 11 يوم. تمام. 11 يوم. تمام. قال لي التقرير النهائي يطلع في خلال 72 ساعه. انا عايز اعرف ايه سبب التاخير. هو معلش طبعا انت عارف ده انا لو كنت بكتب مع حضراتكم وبسجل كان زمان انت حفظته اكتر مننا يعني. اكتبه انا طيب انت كل يوم يعني الظهر وبالليل اكتبه انا قولوا لي اكتبه انا ونخلص واساعدكم. الله يخليك. شوف والله شوف انت عارف يعني المرحله مرحله برضو مش سهله. مرحله خطره ومحتاجه دقه جامده جدا. انت بتتكلم في ارقام وبتتكلم في حجم يعني فساد وحجم تربح وملف من اقوى الملفات يمكن اللي اتفتحت في مصر من فتره كبيره جدا. فاحنا طبعا يعني بنركز في كل حاجه. احنا لا تتخيل حضرتك ان احنا عندنا 30,000 ورقه. يعني 30,000 ورقه بنعمل منها التقرير. طب النيابه العامه اتحركت ولا هو النيابه العامه توجيهات وحصل تحرك يعني سريع؟ حصل تحرك سريع بضبط احضار ل 11 متهم من المتهمين اللي هم يعني بعض المتهمين طبعا مش كلهم وتحفظ على اموال برضو البعض في قرارين متتاليين ورا بعض يعني. برضو احنا بنتكلم في حضرتك برضو يعني ان شاء الله باذن الله خلاص بقى يعني ده اكيد يعني النهارده كده يعني انا سايب مصدقك. لا, لا, لا ان شاء الله باذن الله بكره بكتير خلاص يعني بعد الظهر او الساعه 2 الظهر او 1 الظهر التقرير هيبقى في ايد اللي هو الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس والأمانة العامة بإذن الله. تمام.